مرحبا. اليوم بيبدأ فصل الصيف مع طقس متقلب ورطب عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي إلى البحر الأبيض المتوسط. الحرارة عم بتكون معتدلة والرطوبة عالية، البحر متوسط الموج وحرارة 128 درجة. طقسنا رح يكون غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة، هبوب رياح ناشطة ببعض الأحيان، وفي احتمال تساقط بعض الأمطار المتفرقة بمختلف المناطق. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 22، على المرتفعات 18 بالبقاع 15 والأرز 8، وجولة أخرى على درجات الحرارة اللي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية 24 بجبرايل، 27 للشويغير، صغرتا 26 وحصرون 17، أما العقورة ف 20 وعرسال 27، حوش الأمرة 27 ومليخ 27، دير الزهراني 23 والطيبة 24. الرطوبة بتتراوح بين 65 و85% حرارة سطح الماء 28 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و40 كيلومتر بالساعة، ريحها بتكون جنوبية غربية. أما كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين اللي جايين؟ 22-26 أقصاها الأربعاء، الخميس 23-27، والجمعة 24-28. وبنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. عمان 28، دمشق 30، وبرلين 24، باريس 32. وبالنهاية بدي أقول هابي فاذرز داي.